محيط الحب والكاس، احلى ليله وسهره. انفانتينو وجهك مبروك. يوسف الشاهد جاء في اول نهائي افريقي. رئيس الحكومه التونسيه احمد الاحمد، كان بروتوكول ناجح جدا، تنظيم جيد جدا. محيط الحب والكاس، احلى ليله وسهره. انفانتينو وجهك مبروك. يوسف الشاهد جاء في اول نهائي افريقي. رئيس الحكومه التونسيه احمد الاحمد، كان بروتوكول ناجح جدا، تنظيم جيد جدا.